رغم فشل المحاولات السابقة بسبب غياب التفاعل الجدي من قبل السلطة الجزائرية، يعود المغرب لطرق أبواب الحوار مع الجارة الجزائرية ولفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، إذ جاءت دعوة ملكية جديدة لتزكي النوايا الحسنة للمغرب تجاه الجار الجزائر. ودعا الملك محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العمل سوياً في أقرب وقت يراه مناسباً على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها شعبان عبر سنوات من الكفاح المشترك، معتبراً أنه من غير المنطقي بقاء الحدود مع الجزائر مغلقة. وأضاف الملك في خطاب وجهه أمس السبت 31 يوليوز 2021 إلى الأمة بمناسبة الذكرى 22 لعيد العرش أن ما يمس أمن الجزائر يمس أمن المغرب والعكس صحيح، مؤكدا أن المغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين، إنهما توأمان متكاملان. وسبق للمغرب أن تقدم بعدة مبادرات ودعوات إلى الجزائر في عدة مناسبات لفتح الحوار والنقاش حول عدة قضايا، منها قضية إغلاق الحدود. وكانت المبادرة التي تقدم بها الملك محمد السادس في خطاب المسيرة لسنة 2018 مبادرة لفتح حوار مباشر وبدون شروط عبر لجنة سياسية مشتركة تنكب على جميع القضايا دون استثناء. ويقول المحلل والخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي محمد طيار إن الدعوة الملكية الجديدة لفتح الحوار حول قضية الحدود تأتي في ظروف دولية وإقليمية مختلفة عن السنوات السابقة، وكانت دعوة صريحة يحمل مضمونها التذكير بأواصر الأخوة الاستثنائية التي تجمع بين الشعبين. هذه الدعوة الملكية، يضيف الطيار، ركزت على تبديد كل مظاهر التوجس والخوف المعتمدة لتبرير الاستمرار في إغلاق الحدود لدواعي أمنية، مبرزاً أن إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر يفوت العديد من فرص التنمية والازدهار على الشعبين، كما يفوت فرص انتعاش وإقلاع المناطق الحدودية بين البلدين. واعتبر المحلل ذاته أن هذه القضية الغريبة على المستوى العالمي تشكل مسا بالأمن القومي لكلا البلدين، بحكم أنها تعزز كل الاستراتيجيات الأجنبية التي تستهدف الحفاظ على درجة مرتفعة من التوتر بينهما، وتستهدف فرملة كل الفرص التنموية التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على الشعبين التوأمين. وأضاف الطيار أن إغلاق الحدود لا يخص فقط تنقل مواطني الجزائر والمغرب، لكن يمتد إلى أكثر من ذلك، فهو يحرم أيضا مواطني تونس وليبيا ومصر وغيرهم من التنقل إلى المغرب، وهذا الأمر يعد غريبا وغير أخلاقي وبدون مبررات. وعبر الخبير الاستراتيجي عن آماله في أن تتم الاستجابة لدعوة الملك محمد السادس، وأن نشهد إجراءات عملية لتجاوز العوائق التي تقف في وجه الجلوس للحوار وفتح صفحة جديدة ستجعل من المنطقة نموذجا في الرخاء الاقتصادي والتعاون في كل المجالات بين الشعبين الشقيقين. وختم المتحدث تصريحه بأن المرحلة الحالية التي تعرفها المناطق الحدودية مع مخاطر وتهديدات مشتركة متنوعة لن يكفيها فقط مجرد الترحيب بالمبادرة الملكية. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.